بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقدتهم من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا مرحبا فيكم في حلقه جديده متجدده من هذا البرنامج اليومي الصباح العربي صباحكم دائما ثقافه صباحكم معرفه صباحكم تاريخ في هذه المجله الثقافيه التي نقلب فيها صفحات التراثيه والاخباريه المنوعه اذا في جعبتنا اليوم الكثير والكثير من الاخبار الثقافيه في هذا البرنامج ودايما نقول لكم صباحكم نشاط في بدايه اسبوع جديده باذن الله تعالى وتكون عليكم خير وموفقين باذن الله دائما طبعا في البدايه صباح الخير على اخواننا المصورين واخواتنا الموجودات معنا في الاستوديو واخواننا خلف الكنترول بقياده مخرجتنا بشاير سليمان نتواصل معكم في اول فقرات هذا البرنامج اخبارنا اليوم هي بشره عن قرب الانتهاء من بناء وتجهيز لصرح ثقافي جديد بالكويت بمستوى عالمي هو مركز عبد الله سالم يضم متحفا للتاريخ الطبيعي وعلوم الفضاء ومتحفا اسلاميا ومركزا للفنون الجميله ومبنى للوثائق تم انجازه من خلال 64% ومتوقع تسليمه في مطلع عام 2017، ايضا استطاع احد الباحثين في معهد روشستر للتكنولوجيا ان يفك بعض رموز نصوص خريطه قديمه بانشائها رسام الخرائط الالماني. هنريكس مارتيلوس عام 1491 لمساعدة كريستوف كولومبوس على التنقل في المحيط الأطلسي وتحمل الخريطة معلومات فريدة بشأن علم الجغرافيا في القرن الخامس عشر ولا زلنا نتجول معكم من أخبارنا الثقافية إلى أبو ظبي حيث أصبح الشاعران الكويتي سعود بن قوعان المطيري وأيضا السعودي عبد المجيد الربيع ذيابي أول متأهلين في المرحلة الثانية من مسابقة شاعر المليون في موسمها السابع الذي انطلقت فعاليته على مسرح شاطئ الراحة في أبو ظبي أيضا في مجلتنا الثقافية صدر للكاتب فيليب نصيف كتاب الكلمات الأخيرة ما قاله الكبار قبل رحيلهم يضم هذا العمل ما قال سبعين من الشخصيات الشهيرة في التاريخ منذ الفيلسوف اليوناني الشهير سقراط وحتى الروائي الفرنسي مارسيل بروست صاحب الرائعة الأدبية التي تحمل عنوان البحث عن الزمن الضائع. ومن تلك الكلمات الأخيرة نقرأ قول لويس الرابع عشر لمن حوله لماذا تبكون هل تعتقدون أنني من الخالدين وكتاب شيق لا بد من قراءته تقريرنا التالي خاص بملتقى الكويت السابع للفنون الإسلامية من الخيمة الكبرى بالمسجد الكبير لضيف مشارك باللوحات الاسلاميه وهو من لبنان استاذ غالب غالب نشوف التقرير ونرجع لكم ان شاء الله الله الرحمن الرحيم أنا العميد المتقاعد غالب غالب من لبنان وأنا الوالد كان يشتغل هذا الشغل وأنا تعلمت منه هذا الشغل وهي عبارة عن النحت والحفر على النحاس وهذا الشغل ما في منه بالعالم كليته نحن أول ناس ابتدينا فيه وإن شاء الله مستمرين فيه وهذا الشغل إننا نحن بنشتغل فيه من سنة الخمس وستين وتطور وكنا بلشنا فيه على أساس نشتغل الفلكلور اللبناني بعدين طورنا صرنا نشتغل اشخاص رسومات لاشخاص وبعدين ايات وصناديق وتحف فنيه عمليا بتنوجد وبتنحط بالمساجد وبالبيوت. مرحله ثانيه انا بعد ما خلصت الخدمه العسكريه فت بهيدي المهنه وطورتها واشتغلت بالفوبيجو بطلي نحاس ذهب وبطلي فضه. أه وانا بهذا ثاني مره بشارك مؤتمرات خارج لبنان اول مره اشتركنا باسطنبول عن طريق ارسيكا عن طريق الدكتور نزيه معروف وانا كثير بتشكره لانه هو اختارني لاجي لهون للملتقى بالكويت وبتشكر دوله الكويت اللي هي استقبلتنا هلا وبحسن ضيافتها ولفتح هذا المؤتمر يلي هو بيعبر عن كل هالفنانين الموجودين من اصقاع العالم اللي اجوا لهون ليظهروا شو بيشتغلوا وشو بيعملوا وحتى يشوف الشعب الكويتي والشعب العربي الاشغال الموجوده والاشغال الفنيه اللي هي بتمثل عظمه هذا البلد العربي يلي هو دائما عم يشتغل نحو الثقافه ونحو بناء الوطن والمواطن تحيه مجدده مشان الكرام من خلال برنامجكم صباح العربي وفي اول مساحه حواريه مع ضيفنا الاستاذ طلال الرميضي الاديب وامين عام رابطه الادباء الكويتيه يلا مرحبا فيك ابو سعد ومنورنا في هذا البرنامج الله يحفظك انا تواجدي معكم احنا اليوم راح نتكلم عن هلا فبراير الثقافي كاول يمكن فعاليه على المستوى الثقافي يعني تكون مواكبه لهلا فبراير نتكلم عن الانطلاقه هذه الخاصه بهلا فبراير الثقافي بالتحديد الامسيات الثقافيه. بسم الله الرحمن الرحيم يمكن اليوم راح تكون في انطلاقه المهرجان الشراقات في تاريخ وحدتنا الوطنيه وهو اساسا مهرجان هلا فبراير ثقافي ويمكنه الفعاليه هي اساسا تكون ضمن سياق شهر فبراير أو شهر المناسبات الوطنيه وايضا شهر الفرحه والسعاده وتكون ايضا فرصه يعني مناسبه لتعريف الابناء والاخوان بجوانب مضيئه من تاريخ وطننا العزيز. فارتأت رابطه الادباء بالتعاون مع اللجنه المنظمه في مهرجان هلا فبراير بوضع خطه جميله او برنامج جميل جدا يتناول الوحده الوطنيه من خلال الماضي العريق. فنظمناها من خلال اشراقات تحت عنوان اشراقات في تاريخ وحدتنا الوطنيه وراح يشارك معنا نخبه م. من المؤرخين والشعراء في ابراز حبهم ومعلوماتهم حول هذا الموضوع الجميل ان شاء الله. نعم يمكن اوقف على العنوان اشراقات في تاريخ وحدتنا الوطنيه، ليش اخترتوا هذا العنوان بالتحديد لهذه الامسيات الثقافيه في مهرجان هذا نحن احنا اكيد انه يمكن كلمه اشراقات هي اكيد أنه في بعض الجوانب المضيئه في تاريخ الكويت فتعتبر اشراقات. والكويت ما شاء الله يعني عرفت في الماضي في تلاحمها ووحدتها في المعارك القديمه في الكوارث الطبيعيه مثلا سنه الهدامه م. سنه الطاعون ايضا سنه الجدري وغيرها من الامور اللي كانت حدثت في الماضي وابرزت اصاله هذا الماء الشعب العريق فنجد ان خلال التعرض او تناول هذه المواضيع الجميله من ذاكره التاريخ وابرازها بشكل لائق للمتلقي في هذا الشهر الجميل شهر فبراير ضمن فعاليات ألف فبراير راح تكون فرصه جميله جدا لتعريف المواطنين والمقيمين ايضا زوار مهرجان هلا فبراير بجوانب مضيئه من تاريخ الكويت نعم. فنجد ما شاء الله احنا مشاركين معنا نخبه من اساتذه التاريخ والادباء والشعراء في هذه المناسبه يمكن نذكر منهم على سبيل المثال للحصر الدكتور عبد المحسن الخرافي راح يتناول موضوع الوقف آه واثره في ته المجتمع الكويتي ايضا الدكتور الاستاذ الدكتور بنيان التركي راح يتناول موضوع جميل جدا وهو شهداء الكويت في المعارك القديمه بالاضافه الى الدكتور سعود العصفور راح يتناول تاصيل التاريخ البحري بالكويت. المعروف انه والله البحاره كان في الماضي يعني ما عندهم والله مثلا هذا بدوي، هذا حضري، هذا والله من جماعة الفلانيه، كان المجتمع م. الكويت تلقى بالسفينه ما شاء الله روح التعاون الجميل في التاريخ القديم البحري. فابراز هذه النقاط آه للمشاهد او المتلقي اعتقد انه راح يكون فيها فائده جميله وتواكب احتفاليات هدف فبراير. نعم. انا قبل لا أسف في هذا الموضوع نحن. ودي اعرف الصدى الخاص نحن. فيكم يعني صدى الجمهور المتواجد صدى الادباء المثقفين بان يكون لهلا فبراير نشاط مصاحب فبراير هو هلا فبراير الثقافي نعم هو هو عيد المعروف أن مهرجان هلا فبراير هو اكبر مهرجانات التي تقام بالكويت نحن. وخاصة في شهر فبراير اللي هو شهر اللي يكون كله فيه اعياد ومناسبات وطنيه وافراح. والجو ما شاء الله بشهر فبراير يعني بالكويت جميل جدا فبالتالي لابد أن يكون يعني يكون هناك أيضا مشاركة للجانب التاريخي والثقافي في هذا المهرجان يمكن الأخوان حقيقة يمكن في الزملاء في اللجنة المنظمة العليا في مهرجان فبراير عند بداية هذه الفكرة وجدنا ترحيب كبير منهم وتشجيع حقيقة جميل جدا ووجدوا أن هناك يعني حاجة آه لمثل هذه الفعاليات لابراز الجانب الثقافي والتاريخي للكويت نعم هل تعتقد ان يعني مثل هذا النوع من المهرجانات الثقافيه آه. سيساهم في اثراء الحركه الادبيه والثقافيه عوده ما يسمى بالحراك الادبي الثقافي للكويت آه بهذا المهرجان هلا فبراير والتزامن مع النشاط الثقافي م. الادبي خاصه وان قبل فتره انتهينا من مهرجان القرين الثقافي صح. ونحن الان نعيش آه طبعا اختيار مدينة الكويت كعاصمة للثقافة الإسلامية. صحيح. احنا شوف في رابط الأدباء بطبيعة الحال أبو آه نحرص على أن آه تثقيف المجتمع من أكثر من ناحية. فبالتالي من أكثر من موقع عفوا. فبالتالي يعني مثل من هذه الفعاليات اللي تشارك فيها الرابط احنا مع المجلس الوطني، تعاوننا مع مكتبة البابطين، مع دار سعاد الصباح، وغيرها من المؤسسات الثقافية بدولة الكويت، وأيضاً مع الاتحادات الخارجية للأدباء خارج الكويت. فبالتالي مثل هذه المشاركة هذه من المهام والأدوار التي مناط على ربط الأدباء بتحاول تثقيف المجتمع الكويتي بجوانب أدبية ثقافية مهمة فأعتقد أن مثل هذه الفعاليات أو مشاركة الرابطة بمثل هذه الفعاليات وتنظيمها هو واجب يحتم على الرابطة القيام به فبالعكس احنا يمكن الفعاليه هذه اعتقد انها راح يكون لها مردود ايجابي على المجتمع الكويتي وعلى المواطنين والمقيمين باذن الله نعم في خضم مثل هذه المواضيع وهذه الحركات وهذه النشاطات الثقافية في بلدنا الحبيب الكويت هل هذا ما يميز الكويت عن الدول الأخرى بأنها تعيش احداث متلاحقه ومتراتبه من خلال انشطه ثقافيه ينظر لها العالم يمكن العالم العربي والعالم الخليجي بالتحديد بانها مركز للثقافه صح. اقدر اقول بانها هي رياديه في مجال الثقافه والادب من خلال هذه المهرجانات السنويه التي تقام في دولتنا الحبيبه الكويت احنا يمكن شنو بالكويت لله الحمد لدينا الكثير من الافكار الايجابيه المميزه ويمكن الكثير من الافكار انتقلت من الكويت الى البلدان العربيه الاخرى يعني عندك الملتقيات الشبابيه كانت الكويت كانت ولا زالت رائده بهذا الموضوع والكثير من الافكار انتقلت الى الدول العربيه من ناحيه الثقافيه والاجتماعيه والادبيه واخذوا الافكار من الكويت فبالتالي احنا مثل هذه المهرجانات معروفه فيها الكويت الحراك الثقافي بالكويت مميز ويتميز ايضا بمساحه واسعه من الحريه وايضا يتسم بالابداع والتميز فبالتالي مثل هذه الانشطه آه يكون فيها ثراء للمتلقي للعقل ايضا يمكن في شغله مهمه ان الكويت فيها لديها عمق تاريخي بالثقافه يعني النادي الادبي تاسس في عام 1924 يعتبر اول مؤسسه ثقافيه بمنطقه الخليج العربي فاحنا لدينا امتداد جميل جدا بالثقافه والادب في يعني يفترض علينا ان تبريز او ابراز هذه الجوانب المضيئه تاريخ الكويت والاستمرار على هذا النهج وهذا ما تقوم فيه رابطه الادباء واعتقد الكثير من المؤسسات الكويتيه مجلس الوطني ايضا مكتبه البابطين دار سعد الصباح يعني ما شاء الله لهم ايضا مشاركات داخل وخارج الكويت يعني يشار لها بالبناء الحمد. نعم راح ناخذ فاصل م. ونكمل هذا الحوار م. مع الاديب الأستاذ سعد الرميضي امين عام رابطه الادباء فاصل ونواصل باذن الله. تحية مجددة مشاهدي الكرام من خلال برنامجكم صباح العربي وضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ سعد أبو سعد طلال الرميضي أمين عام رابطة الأدباء الكويتية راح فيك مرة ثانية أبو سعد نكمل هذا الحوار الخاص طبعا بهلف فبراير الثقافي وهذه النشاطات المتواصله في طبعا رابطه الادباء يمكن لاحظت من خلال هذا البروشور الموجود معي الان هي يعني عن التاريخ وعن الثقافه بشكل عام في فعاليات اللي تنطلق اليوم ولكن ما, ما ادري هل هو الجمهور المستهدف بس الجمهور المثقفين الشباب او ان هناك ايضا فعاليات اخرى للاطفال وغيره ولا هو التركيز فقط على جمهور واحد لا لا هو شوف كافه الدعوه عامه بالعكس انا يسعدنا ان نشوف كافه اطياف المجتمع آه في هذه الفعاليات لأن اساسا نتناول الوحده الوطنيه وايضا حتى مش مقصورة على الكويتيين فقط يعني دعوه عامه ايضا المقيمين وايضا زوار الكويت زوار مهرجان هذا فبراير فنرحب في في مكتبه البابطين آه اليوم وباكر وعقب باكر على مدى أربعة ايام ليوم الاربعاء من تاريخ 14 ل 17 فبراير بعد صلاه العشاء راح نكون متواجدين في مكتبه البابطين فبالتالي احنا الفعاليات متنوعه ولا تت ولا موجهه الى شريحه معينه او اذا مثلا والله طبقه المثقفين او طبقه الادباء او المؤرخين لا, لا بالعكس هي دعوه عامه الكل نتمنى انه يستفيد من هذه الفعاليات لان الفعاليات هذه غنيه ووثريه جدا وفيها ايضا مواضيع جميله جدا يعني حقيقه الواحد يتشوق لسماعها يمكن تلقى كل محور ما شاء الله عليه يعني يحتاج آه يعني انه يكون الكل يتعرف عليه نعم وضيوف ثقال ايضا لاحظت بالبرنامج الموجود يعني نعم. نعم. انت مريت عليه في بدايه حديثك ان كل فعاليه مثل ثقافيه مصاحبه نعم. لهذا البرنامج هناك ايضا قصيده مشاركه اكيد شو الهدف من مشاركه م. القصائد؟ يمكن البعض الان يسمع يقول والله عندنا مهرجان احنا امسيات شعريه نعم هو بطبيعه الحال ان الشعر هو مراه المجتمع ويعكس آه يعني همومه وافراحه والجوانب اللي يشعر فيها ايضا المواطن والمقيم. ولا شك ان وجود القصائد الوطنيه بالشعر الفصيح هذا ما يميز مهرجان اشراقات في تاريخ حدودنا الوطنيه. ويمكن راح يشارك معنا نخبه حقيقه من الشعراء المميزين من اجيال متنوعه في هذه الامسيات وراح يكون معنا كل يوم ثلاث اساتذه راح يتناولون مواضيع معينه في محاضراتهم وايضا شاعر يتناول قصيده وطنيه بالشعر الفصيح. م. واحنا حقيقه يمكن وجود الشعر انا اشوفه يعني ضروري جدا ومهم ويعطي نكهه للفعاليه باذن الله. نعم آه بصفتكم طبعا في رابطه الادباء الكويتيه المعنيين عن نعم. الادب وغيره كجمعيات النفع العام. يمكن في الفتره الاخيره آه الثقافه العربيه والادبيه في الكويت وبالثقافات بشكل عام في الخليج وايضا في العالم العربي تتعرض لغزو غربي من خلال الثقافة كيف نواجه هذا الغزو الثقافي الغربي آه طبعا في الكويت وفي دول الخليج العربي حتى نحافظ على أصالتنا ونحافظ على تاريخنا وتراثنا نعم. هو بيوسف بطبيعة الحال الغزو آه مش غريب هو من سنوات طويلة ولا زال يستمر بشراسة نعم. ولكن يفترض علينا القيام بمثل هذه الفعاليات التي تبرز الجوانب المضيئه من تاريخنا العربي والاسلامي. يمكن الكثير من يتذكر مثلا فيلم المحارب 13. فيلم اللي شارك فيه عمر الشريف و بعض الفنانين الكبار في هوليوود. هذا الفيلم اساسا هو اساسا قصه شخصيه اسلاميه اسمها احمد بن فضلان. احنا تاريخنا غني ولكن قام الغرب بتحويرها على شكل فيلم سينمائي وقدمها بشكل طبعا وبما يناسب اكيد عملهم صناعة سينمائية نعم. احنا يعني. بالعكس عندنا بالتراث العربي وحتى تاريخ التراث الكويتي عندنا كنوز وعندنا شخصيات يعني مميزه جدا ونفتخر فيها ونعتز فيها بتاريخ الكويت او بتاريخ الاسلامي والعربي فهذه اساسا يعني يفترض ان تذكير الابناء بماضي الاجداد العريق وما قمنا فيه ان شاء الله في فعاليه الشرقات في تاريخ عودتنا الوطنيه راح يكون هناك ايضا ذكر بعض الرموز التاريخيه والسياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه من خلال ذكر بعض ماثرها وبعض القصص فيها حتى يتعرف الابناء على هذه القصص ويحتذي فيها وتكون امثله لهم. ولا شك ان الغزو الغربي آه اذا كنا بنواجهه لازم نكون احنا نحاول نبرز مخزوننا التاريخي حتى يكون لدينا بديل بدل ما يكون مثلا الساحه فاضيه لهذا الغزو آه الغربي. نعم يعني مشاهدينا الكرام اخواننا في رابطه الادباء قدموا لكم يعني وجبه ثقافيه جميله جدا وممتعه في مهرجان الفبراير الثقافي الاول، يعني ابى امر على يمكن الفعاليات شهداء الكويت نموذج وحدتنا الوطنيه تنطلق اليوم ايضا اليوم الثاني راح يكون دور الكويت في دعم التعليم في الخليج، الوحده الوطنيه في عيون الصحافه الكويتيه، تلاحم الكويتيين في المعارك القديمه، الوحده الوطنيه معركه الجهراء نموذج تلاحم الوطني يعني وجبه جميله جدا ثقافيه للجمهور بشكل عام. عموما عندنا فاصل ونرجع لكم من خلال هذا البرنامج، برنامج صباح العربي. اعزائي المشاهدين، بين يدي الان كتاب غريب بعض الشيء ليس بمضمونه ولكن بمؤلفه الكتاب يتحدث عن الشعر العربي القديم ولكن من هو مؤلفه؟ مؤلفه اكاديمي من الولايات المتحده الامريكيه يعيش في الكويت تعلم العربيه وحصل على الدكتوراه ويدرس في احدى جامعات دوله الكويت وقد وضع كتابا عن الشعر العربي القديم الذي يصعب على كثير من العرب، الكتاب بعنوان ثروه من الباديه، والمؤلف هو الدكتور ريموند فارين. براعه هذا الاكاديمي الامريكي انه اتقن اللغه العربيه الفصحى ببراعه، بل اجاد حفظ وقراءه وتحليل القصائد القديمه من العصر الجاهلي وعصر الاسلام، وما تلا ذلك من عصور متلاحقة يقدم المؤلف في اهلا فيكم من خلال برنامجكم الصباح العربي وعوده لضيفنا الاستاذ طلال الرميضي امين عام رابطه الادارة راح فيك مره ثانيه ابو سعد ابو سعد الان وصلنا لمرحله المعرض المصاحب لمهرجان هلا فبراير الثقافي لا. نتكلم ايضا عن هذا المعرض المصاحب يمكن اليوم راح يكون ايضا ضمن فعاليات الاشراقات في تاريخ وحدة الوطنية راح يكون هناك معرض مصاحب للكتاب وبمشاركه مركز البحوث والدراسات الكويتيه مكتبة البابطين مكتبة عبد العزيز البابطين للشعر العربي ودار الدكتورة سعاد الصباح وأيضا مكتبة الكويت الوطنية ورابطه الأدباء الكويتيين راح يكون هناك إن شاء الله مئات الكتب ستوزع بالمجان للزوار هذه الاحتفالية إن شاء الله وبطبيعة الحال يعني الكتب هذه حقيقة يمكن كتب مميزة كتب ذات قيمة كبيرة تتناول تاريخ الكويت والجوانب الأدبية والثقافية وايضا في مواضيع متنوعه لا تقتصر على هذا الجانب. وايضا في كتب اخرى لبعض الادباء في رابط الادباء يعني نوجه لهم بعض جزيل الشكر حقيقه قدموا مطبوعات بالمجان لهذه الاحتفاليه، فاعتقد انها فرصه جميله جدا نعم. للتعرف على جوانب مضيئه من تاريخ الكويت، وايضا اقتناء هذه الكتب بالمجان لزوار الاحتفاليه. ويمكن ايضا معنا ايضا مشاركه جميله من الباحث صالح المصباح والاستاذ فهد العبد الجليل والاستاذ محمد كمال بمشاركه بعض مقتنياتهم القديمه التي تتناول جوانب من تاريخ الكويت عبر مطبوعات بعض الوثائق فرصه للتعرف على هذه الجوانب المضيئه من خلال معرض او احتفاليه مشرقات في تاريخ عطلتنا الوطني في مكتب البعض ما شاء الله عليكم ما خليتوا شيء ابو والله الكويت تستاهل ابو <applause> يوسف الكويت تستاهل واعتقد ان <applause> يعني تستاهل. مهما نقدم لها بالعكس يعني قليل في حقها وهذا خاصه يمكن شهر الافراح شهر فبراير فبالعكس فرصه جميله ان نكون في الزوار يحرصون على أن يحاولون يتعرفون على تاريخ الكويت من خلال المحاضرات، من خلال المطبوعات، من خلال حتى المقتنيات والمطبوعات القديمه. ففرصة جميلة للتعرف على حتى لالتقاء بعض المؤرخين، بعض الادباء، بعض الشعراء، التقاء وياهم والتعرف عليهم عن قرب، ففرصة جميلة جدا ان يكون فيها حضور ان شاء الله باذن نعم. طيب انتم ما شاء الله عليكم ما خليتوا شيء، ولكن نعم. اختيار مدينة الكويت بالتحديد كعاصمة للثقافة الاسلامية، هل نعم. فرشتوا لها موضوع, موضوع معين؟ أكيد. مهدت لها فعاليات او مهرجانات نعم. او انشطة ثقافية، سواء يعني في هذا الملتقى او في انشطة في الرابطة بشكل عام. هو اكيد ان الاحتفاليه هذه او الاشراقات في تاريخ وحدتنا الوطنيه تكون ضمن سياق الكويت عاصمه الثقافه الاسلاميه، ويمكن الكويت حصولها على هذه الـ 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 يعني خلينا نقول هذه الاحتفاليه، احتفال الكويت عاصمه الثقافه، هو تتويج لمسيره طويله للاسهامات الكويتيه في تاريخ الثقافه الاسلاميه، والكويت ما شاء الله عليها يعني غنيه بهذا الجانب ولديها ايضا اسهامات قديمه وحديثه نفتخر فيها ونعتز فيها. ولا شك ان رابطه الادابات ستكون لها ايضا مشاركات جميله جدا ضمن التعاون مع المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب، تتمثل هذه المشاركات بتقديم او تنظيم عده امسيات شعريه، ايضا الشعر سيكون نعم. له حضور ان شاء الله في هذه الفعاليات، من ضمنها ان شاء الله سننظم امسيه شعريه في شهر رمضان، وايضا امسيه اخرى ستكون شعريه في موسم الحج باذن الله، وايضا سيكون هناك ايضا تاليف عده كتب لباقة من الأدباء الرابطة الأدباء الكويتيين أقلام كويتية ستقدم جوانب متنوعة ومتعددة من تاريخ الكويت الثقافي في الجانب الإسلامي يمكن نذكر على سبيل المثال الحصر يعني هناك كتاب جميل سيطبع إن شاء الله قريبا بالتعاون مع المجلس الوطني وهو ديوان الكويتي في المدائح النبوية من إعداد وتأليف الأستاذ طلال العامر هناك أيضا ديوان جميل هو ديوان الأنبياء الشاعره ندى الرفاعي سيد يوسف الرفاعي يعني تتناول بعض قصائدها في مدح الانبياء وامهاتهم وذكر ماثرهم يعني حقيقه يعني راح يكون جا اصدارات متنوعه وثريه باذن الله واعتقد ان رابط الادباء ان شاء الله اذا ستكون يعني مشاركه بكافه الفعاليات التي تنظم ان شاء الله في دوله الكويت وسيكون لها حضور وسيكون لها ايضا تفعيل لها بالشكل اللائق لان بطبيعه الحال تضافر وتضامن المؤسسات الثقافيه مع مع وزارات الدوله هو شغله يعني تخدم الصالح العام ونحن ننشد الصالح العام بكافه انشطتنا نعم رؤيه صاحب السمو حفظه الله ورعاه الخاصه بدعم الشباب وتنميه الشباب يعني هناك ايضا في الرابطه اكيد هناك تركيز صح. خاص للشباب ودعمهم من خلال المنتدى المبدعين للشباب صح. اللي يكون يوم في الاسبوع نتكلم عن هذه الفعاليه وهذا المنتدى وماذا يقدم للشباب نعم بطبيعه الحال يمكن يعني اللي التو ضمن التوجيهات صاحب السمو اهتمام الرابطه طيب بالاقلام الشبابيه الواعده. لدينا منتدى منتدى المودعين الجدد كما تفضلت تقام جلساته مساء كل يوم اثنين والدعوه عامه لكل م. شخص يجد لديه الموهبه ويحاول ان يصقلها ويطورها. فهناك تقام جلسات في الساعه السابعه مساء كل يوم اثنين في رابطه الادباء وهذه الجلسات يمكن الاخوان يقولون شنو الرابطه توجهات او شلون تقدم امكانياتها لتسخير وتطوير ملكه الكتابه عند كتاب الشباب. احنا في خلال هذه المنتديات منتدى المبدعين الجدد نقوم بقراءه بعض النصوص اللي يكتبها بعض الكتاب الشباب. مع باقه من الكتاب الشباب وبعض الاساتذه في الادب جيل الكتاب. الرواد نقدر نعم. جيل الرواد نعم. ويكون هناك نقد ايجابي بطريقه يعني ايجابيه بطريقه منظمه. ان يكون نقد هذا النص بالشكل الذي يحاول تطويرة في في المرات القادمه في محاوله الكتابه واعتقد ان خلال السنوات الماضيه ظهر ظهرت الكثير من الاقلام المميزه وقامت بتطوير ملكه الكتابه عندها في مطبوعاتها ويمكن الجدير بالذكر ان هذا المنتدى منتدى المبدعين الجدد تاسس في عام 2001 ويمكن كانت الكويت وقتها عاصمه الثقافه العربيه وكان هذا من ضمن انشطه رابطه الادباء ويحظى بدعم جميل جدا من الشيخه باسمه المبارك العبد الله الجابر ومن نواف الله يعطيه الصحه والعافيه وقامت يعني الرابطه بطباعه عده مؤلفات لهذه الاقلام الشبابيه يعني بهدف تطوير ملكه الكتابه عندهم وايضا تشجيعهم على مواجهه القراء يمكن في الكثير من الاقلام يكون عنده خوف من مواجهه القراء يقول انا ما اطلع يعني انا احب اني اكتب حق نفسي او يكون حتى الوسط اللي قريب منه، ولكن تقوم رابطه الادباء باخذ هذه النصوص وعرضها على بعض الاساتذه المتخصصين في سواء في الشعر الفصيح او في القصه القصيره ومن ثم اجازتها لطباعتها ضمن كتاب اسمه اشراقات، مصدر منه خمس مطبوعات خمس اجزاء وايضا يمكن من ضمن التعاون مع وزاره الدوله لشؤون الشباب قمنا بتنظيم او بانشاء آه فعالية باسم أكاديمية الأدب أكاديمية الأدب هي تقديم عشر دورات أدبية متنوعة بالمجان م. للحضور لمدة خمسة أيام تقام هذه الدورات وبمعدل دورتين كل شهر نعم خلصنا خمس دورات يعني في السرد في تأليف القصص والروايات أيضا في آه شعر التفعيلة وغيرها من أدب الطفل وأيضا لدينا خمس دورات ستقام إن شاء الله خلال الفترة القادمة خلال شهر فبراير ومارس وابريل فبالتالي احنا نتمنى من كافه اخواننا المشاهدين تواصل مع الرابطه عن طريق حسابها بتويتر او زيارتنا في منطقه العديريه والتعرف على الانشطه الرابطه الهادفه للشباب. يعني حق لكم ان تفتخرون في خاصه في منتدى المبدعين الجدد اللي خرج ثله من الشباب أفهم. المميزين يعني على سبيل الذكر للحصر حياه الياقوت نعم. محمد محمود البغيلي سالم ثقل سعد ثقل العجمي نعم. فالح الاجهر ماشا. مجموعه من حضرني ما شاء الله تبارك الله سالم رميضي نعم يعني ماشا. ونوابق يعني الكويت نفتخر فيهم حتى في رفع اسم الكويت في المحافل الدوليه والخليجيه يوم حضور ترى مميز حتى في المشاركات في دول الخليج وايضا في المحافل العربيه يعني يمكن نذكر احنا في رابطه الادب نقوم بارسال بيت هذه الاقلام الشبابيه بالمشاركه في فعاليات خارجيه وكان لهم حضور حقيقه يعني يمكن رفعوا اسم الكويت صح ما شاء الله الله يعطيكم الصحه والعافيه بارك الله فيك شكرا لوجودك معنا في برنامج الله يحفظك لربية. ان شاء الله احنا بس يمكن بالختام نحب بس نذكر الاخوان المشاهدين باليوم ان شاء الله ستقام الفعاليه في تمام الساعه السابعة في مكتبه البابطين ونتمنى ايضا بيوسف يوسف ان تكون حض... انت ضمن الحضور بيد نتشرف باذن الله نشكرك على هذه الدعوه وشكرا ايضا على قبول الدعوه في هذا البرنامج شكرك. الله يحفظك ان شاء الله مشاهدي الكرام كل الشكر والتقدير للاستاذ طلال رميضي امين عام رابطه الادباء الكويتيه ولا زلنا نتواصل معكم ونترككم طبعا مع خبير الاداب العربيه والاسلاميه الاستاذ عدنان فرزات والحديث عن كتاب ثروه من الباديه للكاتب الامريكي الدكتور ريموند فارين بعد التقرير مستمرين ان شاء الله معكم في باقي فقرات برنامج صباح العربي. أعزائي <تصفح> المشاهدين <أزيال> بين يدي الآن كتاب غريب بعض الشيء ليس بمضمونه ولكن بمؤلفه الكتاب يتحدث عن الشعر العربي القديم ولكن من هو مؤلفه؟ مؤلفه أكاديمي من الولايات المتحدة الأمريكية يعيش في الكويت تعلم العربية وحصل على الدكتوراه ويدرس في إحدى جامعات دولة الكويت وقد وضع كتابا عن الشعر العربي القديم الذي يصعب على كثير من العرب الكتاب بعنوان ثروة من البادية والمؤلف هو الدكتور ريموند فارين براعة هذا الأكاديمي الأمريكي أنه أتقن اللغة العربية الفصحى ببراعة بل اجاد حفظ وقراءه وتحليل القصائد القديمه من العصر الجاهلي وعصر الاسلام وما تلا ذلك من عصور متلاحقه. يقدم المؤلف في هذا الكتاب المنهج الحديث في دراسه الشعر القديم وهنا تكمن صعوبه اخرى. هذا الكتاب يفيد الدارسين والباحثين وقد استطاع المؤلف الدكتور ريموند فارين ان يبحر في عوالم الشعر القديم ويستخرج مكنوناته وبل اكثر من ذلك هذا المؤلف استطاع ان يفند بعض نظريات المستشرقين التي تحدثت عن ان الشعر العربي غير منسجم فاثبت لهم بكتابه هذا بان الشعر العربي فيه انسجام وليس فيه اي فجوات فنيه او ضمنيه الاكاديمي ريموند فارين الذي يدرس في جامعه الكويت كان مخلصا لهذا الشعر وقد تخرج من كليه الاداب في جامعه بنسلفانيا ثم ذهب الى القاهره وايضا هناك درس اللغه العربيه ثم عاد مره اخرى الى جامعه بنسلفانيا ليحصل على شهاده الدكتوراه في الادب العربي وجاء الى دوله الكويت وعمل مدرسا للادب العربي في احدى جامعاتها. هذا المؤلف وضع ايضا كتبا عن القران الكريم وخدم اللغه العربيه بشكل كبير. انه نموذج للمستشرق صاحب العقل الناصع. نشكره ونعود الى كتابه ثروه من الباديه. كتاب عن الشعر العربي القديم منذ العصر الجاهلي وحتى العصر الاسلام وما تلاهم العصور وهو كتاب قيم جدا ويهم الطلبه والباحثين والدارسين. يا مرحبا فيكم ضيفنا في هذه المساحه الحواريه الثانيه. اديب وكاتب تلفزيوني واذاعي ومسرحي وقاص وشاعر ترجم له اكثر من ديوان في معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين نرحب بضيفنا الكاتب والاديب سعد الدهش طبعا من خلال هذا البرنامج في برنامج صباح العربي اهلا ومرحبا فيك لي اهلا وسهلا فيكم وموفور الشكر وجزيل الامتنان على اتاحتكم لي هذه الفرصه يعني في البداية ما شاء الله تبارك الله كاتب وشاعر وقاص أبدا معك بداية غير تقليدية أيهم أقرب الكاتب سعد دهش ككاتب أو شاعر أو قاص أو كاتب حتى تلفزيوني درامي طبعا هو السيناريو الدرامي كتابة تلفزيونية وبدت معي في خلينا نقول السنة الكئيبة هي السنة التي لا تنسى سنة الغزو فلما كنا في السرداب فكنت اعبر عن ما يختلط في يعني هذه بدايه الانطلاقه هذه بدايه الانطلاقه كنت اكتب فيما سبق اكتب في الرابع عشر من عمري او بقليل فكنت اكتب قصص قصيره وخواطر كنت اظن ان ما اكتبه هو شعر فكنا عندي كانت انا ذاك الصحف تباع عند إشارات المرور فكنت نسهر للصبح علشان اتشيك على المجلات والجرايد ان نشروا لي او لا فكنت من بدء اغراني كان ينشر لي انا ذاك فاعتقد ان في تنبؤ في الموهبة ثم تدرجت الموهبة إلى أن جاءت اليوم المشؤوم يوم الغزو فكنا أنا ذاك تعرف واللي عاشروا وعايشوا هذه اللحظة الكئيبة أو اليوم الأسود كنا في استرداد امانة فكنت أكتب ما يختلج في نفسي من ذكريات من أمور فانبثق عن هذه الكتابة بعد مرحلة التحرير عرضت هذه الكتابة على مؤسسة هلا للإنتاج الفني ف نتج عن هذا الكتابة مسلسل مرآة الزمان لما أقول مرآة الزمان الكثير لا يعلم يعني ما هو هذا المسلسل أو لم يعاصر هذا المسلسل ولم يعيشه هذا المسلسل عرض في دول الخليج كافة في رمضان 1993 وكان الله يرحمه أبو صالح قال أبو صالح يجسد في أبو صلاح عفوا يجسد في شخصية غضبان غضب اللي بمر العجب فكانت هذه الانطلاقة ثم بنفس السنة عرض لي مسلسل يسمى قش ورش وتوالت المسلسلات إلى أكثر من أربعين مؤلف بين مسلسل درامي وبين اذاعي وبين مسرح عمل 16 مسرحيه وثمان مسلسلات اذاعيه وما يشارف اكثر من 30 مسلسل درامي في الكويت والخليج العربي طبعا الله يعطيك الصحه والعافيه طيب الصعوبات اللي تواجهها اكثر كشاعر او ككاتب دراما هو طبعا ككتابه دراميه يكون صعب الشاعر ممكن تكتب القصيده تكتب القصيده ممكن تكتبها في ساعه او ساعتين او يوم او حول كما كانت تسمى في, في الادب الجاهلي قصائد الحوليات، لكن كتابه السيناريو تكتب من بين 1200 ورقه الى 1500 ورقه، فممكن تصور صفحه قصيده و1500 ورقه كسيناريو درامي. نعم. يعني الموضوع شويه يمكن متعب جدا خاصه ككتابه الدراما لأنها تحتاج عصف ذهني حتى اقدر هو اذا شفتني انا دائما اقول اذا شفتني كثيف اللحيه والشعر آه هذا منغمس يعني بالفكرة. كنا بالاول نقول يعني نقول هل هو الفاصل بين الجنون والابداع هذه الشعره فكنت انا فما كنت اتوقع اني بيوم من الايام اكون هكذا فاذا شفتني اهيم في الارض يعني وامشي على غير هدى وعلى غير استجيه يعني فاعلم اعرف اني في اكتب الان يعني في الان ابحث عن عمل او موجوده الفكره كي تختمر او انا انطلقت في كتابه السيناريو الدرامي نعم يعني هي حاله نقدر نقول الحين مقل... يعني ذكرت يمكن التشبيه أنه اذا كنت كثيف اللحيه فخلاص هذا أنا... انت دخلت في مرحله التاليف <applause> <applause> نعم هي لكل كاتب طقوس يعني نجيب محفوظ يكتب في قهوه شعبيه حتى لو تودي قهوه دولكس ما يعرف يكتب فلان ادمي يكتب مثلا في الظلام فلان يكتب في الليل فلان يكتب كل انسان له طقوس معينه يتبعها لكن مهما كانت الطقوس اهم شيء الابداع والناتج نشوف النتائج الادبي نعم طيب بتكلم عن موضوع الجراه في الكتابه والتاليف كيف تكون انا كثير ما تتردد علي كلمه الجراه احيانا حتى انا اسئلت نفسي احيانا الاعتراف بالحق فضيله نتوقع ان ما نفعله هو جراه فعملنا مسلسلات ندمنا عليها حقيقة أنا عملت مسلسلات لا أريد أن أذكرها لكن ندمنا عليها وأكثر ب... و... بس أتوقف عند هذه النقطة هل الندم بعد فترة من صدى صدى مثل هذه المسلسلات صدى هذه الكتابات أو أن هي اللحظة لما تكتب أنت ما كتبت الجرأة كنت فيها جريء أنظرها نظرة عادية ولكن بعد صدى المقابل من قبل الجمهور والآخرين هو الذي كشف لك هذه الجرأة لا أستاذ الجرأة الجرأة أحيانا أحيانا, أحيانا احنّا ككُتّاب ليس مخيّرين، وكثير منا يعلم نحن هناك ضوابط، هناك ضغوطات تمارس، منك. أنت ككاتب خاصة المبتدئين يريد أن يرى عمله النور، تتلقفه شركات الإنتاج أو بعض المحطات الفضائية، كذلك أنا فُرض علي أن أعمال لم تستهويني، لكن أكتب لسبب ما، تريد الظهور بعد الانقطاع، تريد المادة، تريد لكل منا أسبابها الخاصة المتعلقة به. لكن فُرضت علينا مثلا في مسلسل الخطايا ثمن. اللي عمل م. ضجه م. انا كثير من الدول ممنوع ما اقدر ادخلها كثير من الدول الان لا اريد اسميها في وضعت صوري في الصحف الاولى وفي جميع اللغات بعد مسلسل خطاي ثمن اللي تحدثنا فيه عن زواج المتعه لم لم تكن جراه ممكن وصلت الى الف باء الوقاحه امانه م. كنا ليس مخيرين اراد منا عمل ان نكتب هذا العمل هذا واحد مثل بعض المسلسلات هكذا عملنا بالمسلسلات فيها شيء من لا لا اقول اباحيه ولكن فيها مثلا واحد من عشره طبعا نادم عليها طبعا اللي يفترض انك ككاتب هناك تانيب الضمير هناك انت تمثل اسره تمثل المجتمع هذه لا تسمى جراءات وصلنا الى مرحله قل أقل من يعترف يطلع الهواء ويعترف لا انت كاتب انت امانه امانه مسؤوليه ملقاة على عاتقك انت امانه مسؤوليه للان تجدنا بعد ما كبرنا اعمالنا شويه بدات لان التلفزيون سلاح خطير جدا يدخل مش الان ممكن قبل من يمنعون بعض الاسر بعض القنوات التلفزيونيه او قنوات معينه الان ممكن اي طفل في اليوتيوب يتابع اي مسلسل او اي برنامج او اي امر اخر لذلك الجراه يجب ان لا تضر في مصالح الاخرين لا يجب ان تضر في ذاتك تسيء الى ذاتك اولا ثم المجتمع على تقاليد و... وتقاليد المجتمع اللي خرجنا منه يفترض نحن من... مجتمع عفوا استاذ دائما انا اقول الغزو ليس باحتلال عسكري الغزو بتجريدك من قيمك وعاداتك وتقاليدك، بتجريدك كل ما افرزته الشريعه الاسلاميه السمحه بمفاهيمها، هذا هو الغزو الان عندما اجرد شبابنا زي من هالقيم والعادات والتقاليد والاعراف والسلسله الطويله من الفضيله هذا هو تمكنت منه، فانا هنا قزيتها فكريا، لذلك احبب لديه الوقاحه احبب لديه التقليد الاعمى، احبب لديه مفاهيم الحريه الخاطئه، ان ما تفعله هو حريه شخصيه، ليس حريه شخصيه انت تضر بالاخرين، تضر بهذا المجتمع، انت تسيء بصوره او بقراء هنا تفرق الجراه عن الوقاحه. نعم. الان بستفيد من وجودك خاصه بعد هذا الاحتراف من قبلك. طبعا هناك بعض الكتاب الشباب الان دخلوا في الساحه يمكن الساحه المحليه والساحه الخليجيه يكتب بافكار معينه، طموحات معينه. حتى يقول لك كل ممنوع مرغوب، ادخل في هذا المجال حتى تكون مشهور ومعروف وغيره. الان انت يعني لك تجربه وتعترف بانها خطا هذه التجربه وندمان عليها. رساله تحب توجهها للشباب الكتاب الصغار في هذا الجانب. أه ساضرب مثل ابني حمد متاثر في كثير، يدرس في ثالثه جامعه كليه اللغه العربيه كليه الاداب. أه العام بغى يطبع روايه رفضت. أول عام بغيت أبع رواية ورفضت لأنه لم يصل إلى المرحلة وللأسف يعاب على جيل الشباب أن يريد أن يبتدئ من حيث انتهى الآخرون، لا يريد أن تكون عنده مثلا يكثف في القراءات، في تثقيف نفسه حتى تتشكل لديه ملكة فكرية يتكئ عليها اتكاءً صحيحا، يستطيع أن يكتب بسهولة لكن هذا الجيل الشباب أمانة صارت بذاءة واستغرب من دورنا إحنا كوزارة إعلام نستغرب من ما نشر أو ما وجد في معرض الكتاب أمانة حتى لم يدعوا يعني أنك تتصفح صفحة واحدة لا تكمل صفحة واحدة نعم تفضل راح نكمل في معرض الكتاب وتسكر هون عبد السلام بعد إذنك ناخذ فاصل ونرجع لكم إن شاء الله <تصفيق> 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 يا اهلا ومرحبا فيكم احنا على الهواء مباشره في برنامج صباح العربي مع الكاتب سعد اشرح فيكم مره ثانيه يمكن قبل هذا الفاصل مريت على معرض الكتاب الاخير نتكلم عن معرض الكتاب نكون نوعا ما حياديين ونعطي الاخر حقه طبعا هناك مواهب متقدمه اكبر من سنها وهناك امانه مش دخلاء اصبحت وصية يعني لمعارب اخرى طريقه تسلق او وصول الى الشهره او امور اخرى خاصة الجيل الشباب المندفع هذا لا يريد ان يعرف نقول البعض احنا لازم نقول البعض البعض اكيد أه. كل الكلام الان بين قوسين البعض ان الجيل الشبابي هذا لا يريد ان يتعب على نفسه لا يريد أه. ان يقرا صدق اساله انا قرات واجهت كثير بالشباب امانه بدون ذكر اسماء فقلت له شنو قريت شنو الروايه اللي قريتها وكملتها لا ما يقول قريت تويتر اقسم بالله واصدر تنك. روايه وكتب واصدر روايه وكتب بعدين يا اخي احنا لازم نعمل مع اسس ومعايير للكتاب او للكتابة. كل كتابه تريد ان تنشر شنو المعايير يا اخي اقل ما فيها اقل ما فيها أه يعني حتى شكل الغلاف ابتداء من الشكل خلنا على المضمون المضمون هذه سالفه حكايه طويله لكن حتى على الغلاف <applause> <applause> انظر من الشكل الان على قولة الشعر الشعر و يقول البعره تدل على البعير يعني فتبتدي المضمون تعال شوف الحدث ولا حرج يا اخي حتى حتى اسلوب الكتابه القصصيه او الروايه هناك تسلسل درامي يبتدئ من البدايه ثم يتدرج الى الحدث ثم الى الذروه ثم تبتدي تنكشف الخيوط الى اخره لا تستطيع انك حتى الشعر يقول اذا الشعر لم يطربك حين سماعه فليس خليقا ان يقال له شعر يا اخي ما يطربك عند سماعه ولا تستصيغه مجرد فلانه وعلانه وراح وجاء الى اخره حتى اللهجه هم بعد اللهجه اللهجه المحليه هم لهجه دقيقه يكتمل فيها مفردات ممكن يدخل على مصري على انجليزي على مش عارف ايش معربة يمكن أيوة يدخل ما ادري في متاهات اخرى والنتيجه شنو هو يعني مع والله ما لا تقدر انت انت في مكان محترف ان فلان ايش لابس وفلان ايش وفلان شكل وفلان شكل الى اخره هذه هذا من فهمهم ان هذا الروايه وهذا الادب كيف تشكلون جيلا انتم الكويت تتباهى في تاريخها في نهضتها في عمرانها الرياده والرياده حقيقه وليس يعني منا او مطلب من احد الرياده في الثقافه في الادب كون موقع الكويت الجغرافي خدمها أه طريق للغوافل شمالا وجنوبا الان احنا مركز حلو. احنا مركز ثقافي يعني طيب مهرجان يعني ثقافي قبل شوي كان معنا أستاذ طلال رميضي عندهم مهرجان هلا فبراير الثقافي ايضا اختيار مدينه الكويت كعاصمه للثقافه سيد الاسلاميه سيدي الكريم حين كان الاخرون ولا نقصد شخص معين حاشا الله حين كانوا الاخرون لا يفقهون ابجديه الكتاب او ابجديه الاعلام او الى كانت الكويت مركز حضاري هي تراكمات سنين سنوات من العمل الدؤوب من القياده السياسيه الساميه الى اصغر فرد هنا ساهموا في الابداعات يا اخي احنا تاريخ امانه في العصر الحديث تاريخ ابتداء من عثمان السند الى الله يرحمه عبد الله فرج فهد العسكر اسماء حمد المقلود اسماء طويله ساخره الجيل الحديث عشرات حتى وان اختلفنا مع بعض الكتاب و ليس هؤلاء اللي الساحه الادبيه الكويتيه كما كان الاسلاف، لكن هؤلاء نريد ان نشد على ايديهم، نريد ان تتبناهم الجهات المعنيه سواء وزاره الاعلام، المجلس الوطني الثقافي، والفنون والاداب رابطه الادباء، كل هذا حتى في على مستوى العلاقات الشخصية أن يتبنوا هؤلاء الشباب يأخذون بديهم بالتوجيه الصحيح لأن ما دام كتب عند روح الكتابة لكن هناك تختلف هذا الكاتب هل لديه الموهبة هل حتى إذا كانت الموهبة موجودة هل صقل هذه الموهبة في تثقيف نفسه بقراءاته إلى آخره حينما تصقل الموهبة يتولد الإبداع. نعم، يعني نقدر نقول المخزون الثقافي هو يقودك للكتابة والإبداع من خلال مخزون ثقافي وقراءات متعددة حتى يعني الشخص يقال أنك تقرأ يمكن ألف كتاب تخرج بعمل إنتاجي واحد حتى مو شرط أنك تقرأ ألف كتاب مو شرط بس مجرد الثقافة العامة ولكن هو مثل ما ذكرت أنت لازم يكون هناك أفكار معينة وثقافة عامة وأفكار متلاحقة خاصة في هذا الجارة. القراءات راح تتولد عندك ملكة فكرية نفس البنيان إذا كانت هناك أو الزرع، إذا كانت هناك تربة خصبة، بيئة خصبة، حاضنة، راح تتولد عندك الأفكار، الإبداع، راح تكتب حتى بسهولة، ما راح يعني المفردة يعني تصعب عليك وتواجد المفردة، خاصة أنا أتكلم عن الجانب الشعري، والجانب الروائي أيضا، لازم تكون عندك كثر القراءات سيتولد لديك العديد من الأفكار، تفتح لك آفاق للرؤى، للإبداع، فلذلك القراءة ضرورة. لا ليس كما يقول البعض حينما تسأل وعود على بدء أقول ماذا قرأت يقول لم لم أقرأ شيء تسأل عن الأديب فلاني أو فلاني ما يعرف أنت زي راوي تقعد تسأل على الأقل حتى أمام الناس يعني في المجالس أو في المنتديات أو المنتديات الأدبية والثقافية عشان تعرف لك اسمين ثلاثة على الأقل لا يريد يريد أن يصبح كاتب فقط والمشكلة ما شاء الله إحنا هالحين على قول يطبع روايته بسعر تراب وراح نشرها او حتى قبل خمس مئة ورقه 1000 ورقه عفوا 1000 ألف نسخه ووزعها وصار كاتب والمشكله عندنا هذه الصوره <تصفيق> <تصفيق> حقيقه تشوف الصوره من ناحيه الغلاف مش هو يعني عامل فوتوشوب <applause> هذا الكلام يقودنا الى عملية الثقافه والقراءه يعني هناك مقوله متعارف عليها هل القراءه هوايه او حاجه؟ اثنينهم انت اذا كنت موهوب زين انت تريد ان تصبح كاتب الكتاب ترى مهنه مهنه زين ثم تصل هذه المهنه بالموهبه عفوا الموهبه ت... المو... الكاتب مهنه ثم اريد ان اميز المبدع من غير المبدع تكون عند لديه موهبه الموهبه هنا تسقل بالتثقيف والقراءات والى اخره من <applause> المعطيات انا اريد ان عفوا على سؤالك اريد ان اصبح كاتبا مشهورا او مميزا لابد ان تكون عندي قراءات اقرا اسماء معينه ترتاح تت... تكون غريبه الى نفسك تكون قريبه الى قراءاتك، مثلا انا اريد ان اصبح شاعر، لا يمكن ان اكون شاعرا لا اقرا المتنبي امانه. فهكذا حتى الروائي انا دائما اقول انت كيف تريد انصح الشباب اللي يجونا او نلتقي فيهم في المجالس الادبيه وهذا. اذا اريد ان تصبح روائي او كاتبا اقرا عبد الرحمن منيف، شو من المشكله؟ يعني اقرا اذا كنت قرات الى مدن الملح باجزائها الخمسه، قرات عبد الرحمن منيف كله ككا ككامل يعني كاديب كامل، اقرا الاخرين يا اخي حتى اطلع ثم ابتدى اكتب. نعم ايضا ديوان الشعر الان بعرج على دواوين الشعر نتكلم عن دواوين الشعر الخاصه فيك استاذ سعد انا طبعت ديوان اسمه الخروج من ساحل الاسم ومن النوادر ان في واحد بايق ديوان من الجدل جدا وينشره في المنتديات الادبيه في النت وابتلشت فيه ما ادري كتاب اسمه الخروج من ساحل الاسم سنه 96 وعندي ديوان ثاني عندي ديوانين ما يعني طباعة يدوية بس ما نشرتهم أمانة السيناريو غلب علي كتابة السيناريو دراما فكنت كثير سحب من الشعر أقدر أقول طبعا الله. طبعا هو الفنون الأدبية بينها صراع أزلي الفنون الأدبية دايم في صراع أد... صراع بين الأنواع الأدبية لكن هذا هذا ليس صراع بين الفن الأدبي وآخر هو مثلا الصراع بين الشعر والرواية كل يريد قبل كان الشعر ساحب البساط من الروايه الان اصبح الاتجاه الان الح... الحراك للت... الروايه الان زين أصبح... فهذا الصراع الادبي ليس بين الروايه والشعر هي بين الروائي وبين الشاعر كل يريد نعم. عفوا بس انت ما عندك روايه حتى الان عندك مجموعه من القصص عندي مجموعه قصصيه وعندي روايه حولتها الى مسلسل تلفزيوني بعنوان هذيان الطين كانت هي الروايه الاقرب الى قلبي ونفسي نعم. نعم. ايضا لك اعمال ترجمت أه خاصة فيك؟ لا هي دراسات اللي ترجمت دراسات كلها دراسات بحوث ودراسات انا كنت كثيف يعني اكتب بكثافة احب الكتابة يعني يمكن اليوم اللي م. ما اكتب فيها اعتقد على قولتهم ما ينحسب من عمري فاكتب بكثافة فكتبت دراسات كتبت المختصر المفيد في تاريخ اليمن السعيد وكتبت ايران والربيع العربي وكتبت كثير من الدراسات وبعضها ترجم وبعضها هذا في شق الباحث الان في بحوث <applause> ودراسات كثيرة كتبت طبعا المقالات والدراسات، كتبت مقاله جميله بعد التحرير مصر والامن القومي العربي، دراسه بحث طويل، كتبت ابو موسى وقلم بين الصغرى والكبرى، دراسه نعم. ونشر ونشرها ونشرتها في الصحف، بعض الدراسات هذه تسترجع فيها لا رايك الشخصي اخيرا يكون، يعني لان لا يعني الاخرين مجرد راي لكنك تبحث عن بحوث يعني تكون بامانه تاريخيه مهنيه علميه طبعا انك ومن مصادر ترجع الى التسلسل الزمني لكل مكان تريد ان تكتب عنه. نعم. ذكرت في حديثك وبعرج على هذه النقطة الصالونات الثقافية تلتقون بمجموعة من الشباب وتلتقون بمجموعة من الكتاب ويكون هناك يدور الحديث لأن فرصة للجمهور الكريم يتعرف على هذه الصالونات الثقافية هل هي مفيدة في الحراك الثقافي والأدبي في الكويت خاصة بأن هذه الصوالين الثقافية تكون من منطقة إلى منطقة ومحافظة إلى محافظة وبالأسبوع مرة انا عملت صالون ادبي ثقافي في عام 88 وكان تصور من يجينا يعني وما كان كان الدكتور احمد الربعي يجي عندي في البيت الله يرحمه الله وحتى لما اصبح وزيرا لم ينسانا يعني كان يلتقي فينا ويجينا وهذا كان بكل عب فاحنا نبحث عن هالشخصيات هذه اللي تتبنى الصالونات الادبيه اذا لم تجد الحافز لم تجد الدعم حتى على مستوى النشر على مستوى التبني راح تضمحل يعني تتلاشى فلذلك احنا عملنا طلعنا نتائج أه سعد فرحان الخالدي واحمد النبهان ودخيل الخليفه وكثير وكريم الهزاع وكثير من الشباب الادباء اللي اثروا الساحه الادبيه بعشرات المؤلفات الان نعم. فكنا هذا على مستوى بيتي فما بالك الاخرون كنا بعد هذا كنا عند نجي منتدى الاديب الفاضل اقبال الغربلي منتديات اخرى وسلطنات ادبيه فكل قاعد يثر الساحه الادبيه دائما ليش اقول لك اقول لك احنا سباقون بجهود الشخصي جهود شخصيه جهود شخصيه حتى الان ذاك اليوم مجموعه من الشباب جون احنا قاعدين في هذه فنريد ان نعمل كذا كذا اختيار المكان وفرنا في قر الاعداد الان يترأس الموضوع ابني حمد الدهش وقاعدين يعملون الشباب عمر الورود ما شاء الله ونشيطين الحمد لله ان في عوده للثقافه في عوده للادب والشعر نعم. الوقت أدركنا ف... استاذ سعد, سعد كلمه اخيره تحب تختفي هذا اللقاء والحوار معك والله اشكركم ما عندي اي شيء اقوله اقول الحمد لله على نعمة الكويت الحمد لله أن مركز للثقافة الإسلامية أن هذا الشيء لم يأتي من فراغ هذا هو تراكم سنوات طويلة من العمل كل في موقعه يعمل بإخلاص من أجل جلب هذا الإنجاز كان نبود أن نسمعكم في الختام لكن ما أعتقد أنه يتسع البرنامج إن شاء الله وقال ثانية بإذن الله الله إن شاء الله مشكور على قبول هذه الدعوة في هذا البرنامج مشاهدي الكرام كل شكر والتقدير للاديب سعد دهش متواصلين معكم والى قريه الموروث الشعبي وصناعه من اهم الصناعات الكويتيه بالماضي وهي صناعه الشبك والتي ما زالت موجوده بامثال الحرفي حمد العازمي وغيره ممن يحافظون على هويتنا من خلال صناعاتنا وحرفنا القديمه متابعه طيبه احمد العازمي حرفتي عدة اطراحة وصقارة أه أنا الحين قاعد أسوي جرير مال الطير وهذا سبوق الطير وهذا شبكة الظهر مات الحمام وهذا شبكة قلاب وهذه الخيوط اللي حنا نستخدمها أه بالنسبة لي أنا أول مرة شارك بالموروث الشعبي والحمد لله لقيت إقبال خاصة من أهل الطيور الحمد لله رب العالمين والسبق هذا على الطريقة القديمة والجرير كذلك أما قبل كانت الطراحة نظام الكوخ وشبكه القلاب كانوا يطيرون الغراب ويحطون فيه نقل سوادة فسبحان الله إذا جاء الطير الحر شاف السوادة اللي مع الغراب يطمع فيها فالغراب سبحان الله ينزل حق مكانه جنوب الكوخ تقريبا مكانه جدح فنسحب الحمامة فالطير يطمع بالحمامة أول ما يهد على الحمامة نسحبها على مكان سبكة القلاب من نتأكد أن الموقع اللي حنا نبيه من نسحب الخيط تقلب عليه سبكة القلاب وبعدين من تصيد الطير الحر طبعا لازم نجيه سيدة عشان نزهمله عشان لا يتكسر ريش الطير الحر وما الحين لا فالحين تطورت قمنا نسوي شبكة ظهر آه الحمامة هذه أريح من نشوف الطير الحر أو السهانة نلبسها للحمامة ونهدها طبعا طريقتها العيون هذه نضبطها مفتوحة طبعا ومن يعلق فيها الطير أحيانا نحط فيها ثقل وأحيانا لا ننظر ما يتعب الطير نجي وهم نمسكه من نمسكه لازم نزهمله وإذا زهملناه طبعا آه عشان عنهم نفس الطريقة الأولية أنه لا يتكسر الريس و... هاد... وسلامتكم طبعا مشاهدي الكرام على الخير المحبة وصلنا معكم إلى ختام هذا البرنامج برنامج صباح العربي نلتقي معكم إن شاء الله في الغد مع زملاء آخرين في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته